ما قلتيش بالمرة. دائما انا كنبكي بحال كنحس بشحال بغات تخرج مني. جيد ما شاء الله. ملي كنت كتبقي باش الجو ضغط لي غادي يسطي. لا تخليها. كنبكي بحال دقني بشي موس وقلب ديالي من الداخل. لا تخليها لان اللي فيها ماشي هي. عرفتي غوت عليا بحال داك الشيء جات دخل لي الداخل في المعدة. خير خير ان شاء الله خير خير خير. 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 الراحة السكينة داك اللي فيها كيتخشع ديك الساعة فهمتي كي ضميرو كيأنبو ملي غوت هو جا دخل لي الدخل فهمت 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 ملي نهارها داك اللي فيها حتى هو تخبع ما فهمتش والو ملي نحط فيا هو عرفتي جا داك الشيء دخل هو حتى هو ما كانش عارف ما خصوش يعني دابا قلبي كيضرب قلبي بغا يسكت عليا ماشي ماشي عارف ديما وكيدير ليا داك ديما كيبخبني لا احيانا تعامل الزوج مع الزوجه في اثناء المرض كياثر على الجني اما يعاونوا اما ما يعاونوش اما ما عاوني صراحه الحمد لله عندي واحد قهر ماشي مشيت عند الطبيب باش ندوز على الوالده ديالي حيت عندي مريض دوز لي على القلب ديالي قلت لها كيضرب بزاف هي الدورات السيده راه عرفتي خاصك تموت قلبك تضرب بزاف قال لي شكي هضري معاه ولا بغيتي تهضري كي عندي مع من هضر عندي واحد قهر كنهضر مع ملي كنقنط كنهضر مع الله حيت واحد طيب كندير الخير اشنو المشكل اللي عندك احكي لي احكي لي شنو المشكل اللي عندك ما حبيتش دابا عندي حتى مشكل عبد الله نشكر دابا مريضه قلت لك كتحرقني والدك قلبي كيضرب ليا وجهي كيحرقني عرفتي البارح العشيه كامله وهنا بحال راكب ليا شي مجمر هنايا في الناصيه ديالك هنا هنا انا البارح ما ضربنيش الحمد لله والله تقول شي مجمر راكب ليا واسمعي مزيان بارك الله انت البارح بعد الرقيه ملي انتهيتي قلتي حسيتي بواحد البكاء كيخرج دون شعور هنا بغيت نبكي ما قدرتش ملي كانت كتحجم لي ديك العينه ديال الفوق استحكمت تنفست وبكيت وانا مال فهم ملي كنغمض عيني هذاك كتبان لي شي حاجه ماشي مزيانه وملي كانت كتبقيني وتحجم ليا سبحان الله العظيم واخا ما فيه تلون داك الشيء غير يعني رمادي بان لي بحال الجبال ولا البحر ولا الشجر يعني بان لي شي حاجه زوينه اول مره من شحال هادي جيد ما شاء الله يعني الجسم بدا كيتنفس والبارح ملي ملي كنت كنتصنت الرقيه ديالك في اليوتيوب و ودهنت بالزيت وداك الشيء وشويه بقى يعني بلا غفله على غفله وبقيت كنكحك كنكحك ولا ما درتي شي حاجه خرجت لي من فمي في الليل ما شاء الله جيد ما شاء الله جيد دابا عرفتي تقلقت ملي خطني ماشي حيت دابا ديما يعني ملي كي بحال هو كيعاون داكشي اللي فيا واش فهمتيني ماشي حيت اليوم ديما بحال هو لا لا شي المريض خاص دائما المعامله معاه تكون معامله طيبه جدا بحال هو خدام احيانا يقوم شي حركات بدون شعور حنا راه بعض المرات كنسمع انا صداع ولا شي حاجه وكنخرج كنعرف ان اللي فيها باغي يدير الفتنه وكنصبر فهمتي ولا لا ان احنا في واحد العالم خصوصا اللي عنده واحد الانسان مريضه بالجن والشياطين خصو يكون صبور يعني صبر واحد الصبر كبير وديما يحاول كيتكلم معاه وفي نفس الوقت يتكلم داك اللي معاه فيه بطريقه ذكيه باش ياثر فيه في الاخلاق وفي المعامله والا غادي واحد غيتقل اللي فيه يقلق وحنجريو عليه ما استفدنا حتى حاجه يعني عاود نعاونناه فهمتي ولا لا هو ملي خرج التبكي اللي فيها كيستشعر الذنب كيتخشع فهمتي عارف شنو الذنب ويقالك الان انت كنتي قبل الحراره كتحسي بها في جبهتك وجهك كامل لا من الاول دابا هو خرج فيه داكشي بيض بحال براسي واه غير من بعد ملي مشيت بديت كندير في الدواء ديال الطبيب داكشي بحال كندير الحافي عرفتي الجلد كطير ليا كندير الدواء كندير الدواء كندير الدواء والو والحريق فيا الطبيب كيقول لي ما يمكنش وقدر الله يكون في براسك اللي تلاقي سير حريق عرفتي راه عندي 100 كفنه وداك الدواء عندي 100 كارس توني عم عرفتش ثلاثة الدكاترة النفسيين قال لي انت حماقيتين دابا انا وجهي واعي انا واحد المرة واعية الحمد لله راني ما عرفتش تنتخيل والله فهمت واه ولكن راه وجهي من هنا والله شاهد عليا كنحس بيه الداخل ديالك كتحسي حريق حرارة بحال الشمس وقفة الكتم ولا ما غاديش شافني الشمس خلاص واه 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 كتوصل ليا العقل ديالي من الداخل واه دابا حمد الله وشكرته هنا شوية قالوا البارح هنايا راه دازت عليا العشية عادة بشطيف دابا في الطوموبيل خصني تما غادي بالجيجان مشدودين ايري دايره لي بحال كان المكيف واه يعني هنايا
زعما حسبي الله. قالوا ثاني محمد الله شكرت واحد الحاجه البارح الليل ما شفتش المرايا عرفتي مولفه ماشي ديما يعني انا اصلا ما كنشوفش المرايا تصور كنبغي نمشي نجيب ولادي من المدرسه ولا كنقاد السنيه ديالي في الدروس في البورطال ديال العماره ما نبريش من المرايا ما كنشوفش المرايا انايا يعني ملي مرت في هذا الشيء هذا وليت كي كنفيق من الناس كنهز في الدور كيما على وجهي شو كي كنفيق عرفتي وكنعس بها يعني كي كان قبل ما الناس كنشوف وجهي مزيان وكنفيق كنمشي ليها بالضبط كانوا البارح قررت ما نشوفش فيها ما شفتش فيها الليل كانت ديك الزيت عطيتي الحمد لله داكشي واليوم في الصباح ما شفتش فيها وما بغيتش نشوف فيها ان شاء الله يا ربي طيب جيد ما شاء الله علاش ما تشوفش فيها هذه آثار عين وحسد قوية جدا 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 والآن بإذن الله بإذن الله واليوم غنأكد كيف قلت لكم البارح اليوم غنأكد على العين الحسد ومعها السحر باش نعرف بالضبط الأمر واش مقتصر على العين الحسد أو لكن آثار سحر فهمتي ولا لا؟ حيت بانت آثار العين الحسد نحن متيقنين من هذا 100% نسولك خويا نعيم علاش مثلا ملي كيكون هو ماشي نورمال كيولي فيه واحد الشهد أنايا كنعرفه بلا ماشي نورمال ما فهمش السؤال ملي كيكون مقلق ولا واخا يكون بعيد عليك ولا حداك لا ملي كنحس به لا واش قريب لك ولا بعيد باش نعرفو واش ملي يكون معك في البيت مثلا ويكون مقلق واخا يبغي يخبع عليك تتعرفي كنشمو حيت احق انا كنبغي بزاف الحمد لله ما شاء الله يعني انا ما همشي كنبغي كنتمنى هذه ما تسبق مني وتجيش غير هويا فهمت كنقول لك كنقول ليه الله يعني سهل ليا فيك ديما كنقول لك كنحس بيه ملي كيكون مغيّر ولا وداك الشيء كيقلقني كنبقى ندعمها وكنطلب الله وكنعطي ما تبغى باش يدوج فهمتي كنتمنى ديما يكون مزيان بركي ولا كان مزيان كنحس براسي كنقول انا مزيان هو دابا انت جاوبتي واحد الجواب هو نفسي روحي الارواح جنود مجنده لكن واحد الاتصال يكون نفسي وعاطفي هذا تفسير هذا تفسير نوع من التفسير الانسان ملي انت كتبغيه بزاف وكتحس به بزاف كيولي واحد الاحساس مرهف رقيق بينك حساس جدا بينك وبينه كلام صح الانسان اللي كنهتم به مثلا نعود في النظرة تاعو نعرفو تحريكه اليد كنعرفها فهمت النبي صلى الله عليه وسلم عائشه تقول للنبي صلى الله عليه وسلم انا كنعرفك امتى كتكون عندي راضي وامتى كتكون عندي غضبان فهمت ولا لا فلا قلتي وربي محمد راك راضي ورب ابراهيم راك فهمت فلهذا المراه الذكيه تعرف راجلها كيفاش هذه في نوع من الذكاء اما الاحساس والقلب هذا اتصال بين قلبين اتصال روحي عاطفي ولو يقدر يكون الانسان الام كتكون ولدها بعيد تقول ولدي وقعت لي شي حاجه فهمتي ولا لا كاين واحد الاتصال كيعرف الله عز وجل هذه هذا تفسير كاين تفسير اخر قد يكون وهذا مبني على الظن الى ان يثبت اليقين بالرقيه باذن الله تعالى قد يكون عله خفيه مخفيه فيك انت ولكن تعطيك اخبارا هذه مسألة أخرى أو تاني كتكون إما علة اسمع إما علة خفية في داخل الجسد المرأة تعطيها أخبار أو تحوم حولها كتوسوس لها في عقلها تعطيها أفكار أخبار أو أفكار فهمتي مسألة تثبت بالرقية بإذن الله تعالى نعم 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 كنقول له انا هذاك السيد راه توكل وصلنا لقينا السيد فعلا نيت ممكن مشينا للطبيب مشيت معاه وقلت له راه كيكون خطير يعني الناس كيقولوا يعني بنته كتقول لي راه طلع لي طونسيون ماشي على هذه المساله هذه علميا ثبت انه اكل سم كان هو الرسول راه كوكلو شي واحد الله اعلم غير هو ما كلاش داكشي ما ندخلش فيها لا ماشي انا كنسولك علميا واش ثبت ان جريمه ايوا هذا هو السؤال واش هو بغى ينتحر من نفسه لا حتى الطبيب قال لك لا تسمم ايوا خلاص المهم المنتسم المهم خير ان شاء الله ها يعني بغيت تعطيني انت شاهد دليل على انك ربما كتجيك افكار لشيء يكون حقيقه يوقع إلا كان هكذا من صغرك فهناك شيء إما كيف قلت لكم شيء يحوم حولها من صغرك يعطيها أخبار أو لربما يبغي يعاونها يعتقها من شيء أمور أو اللي فيه الشر يقول لها بعدي عليه
هذا موجود، هذا موجود من طرف الجن. يرد لي خبر كيقول لي بصح عندك، هذا موجود، نعم موجود. وقد يأتيك في المنام مثلا أن غيوقع كذا وكذا، بعض الناس قد يأتي أخبار أن غتوقع كذا وتقع كما يراها، فهمت لالا؟ هذا الشيء كله كاين من الجن موجود. نقول له هذاك الشيء اش غادي بعد منا هذه 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 ديما كيجي لي خوتي ولا بصح موجود. ماشي هو خوتي ولا دارنا ولا يعني استغفر الله. هذا الجن عالم، عالم كبير. كنحس بقري، كنحس براسي قريبة. سبحان الله. بزاف الحاجات كنحس براسي قريبة من الله. تصور كنت ندير الدعوة. كيف حالك أنت مع الطاعة والعبادة؟ الحمد لله وشكرا وصولا رجلتي. كتصلي؟ تقري القرآن، تسمعي القرآن، تحبي الخير للناس، الصدقة. ايوا خلاص، اذا الحمد لله الهاله اللي كتحط بك فهي على خير. من صغري وانا خدام على الوليديه، حيت كاين اللي عنده نص نص كحل بيض، كاين اللي عنده كحل، كاين اللي عنده بيض، هذا على حسب. اه سبحان الله. نعم لا لا الحمد لله شكرتي. اللهم لك الحمد. ما عمرني ما عقلت على راسي بالوعي ديالي جريت في الشهر. اللهم هذه تحمدي الله وتشكري عليها. لا لا خلي كل شيء عندك زوين، كل شيء عندك تيداير، كل شيء ولو انت زوجها تقول ما شاء الله وتدعي معها بالبركه والتوفيق، لان العين تصيب حتى في النفس، الانسان يصيب نفسه، فما ظنك زوج مع زوجته وزوجه مع زوجها، هذه هي العين حق، فهمت؟ وقد تكون عندك نعمه وقد لا تدري بقيمتها ومن بعد تقلب عليك، صح ولا لا؟ رد البال. تصور كنحس براسي قريبه من الله، حسيت واحد الناس بحال تعدوا عليا، مشيت عشت عندك النهار نشوف كنا نويا بحق رسول الله شهد لي، قلت لها انا ربيك اللي كيتعدى عليا بالدربي شت فيه النوبه ديالي بحال هكا وكنحس راسي بحال طياره، قلت لها اللي كيتعدى عليا انا راه مكلا ليه واحد القهر، ما كملناش يومين باهم مشى كوما وحلين سيمان بس من كون هذيك الدريه شو قول لك شي، ولكن ماشي هذيك هو سولو يعني كنحس براسي قريبة من الله. أنا نقول بنقول كلام والله، شوف من قلبي اللي تعدى عليا، أنا كنقول لك هذو راه متأكدة عندي اليقين. أنا نقول لك شيء، شوف ليس كل ما يرفق، شوف نتكلم على نفسي وعليك وعلى أي إنسان يدعو على أخي. لو كنت عايز عليه فوجه ماشي دعيت عليه. أنا اللي كيتعدى عليا أنا وكلت ليه لواحد القهر. أنا نقول لك نعم، شوف نعطيك غير إشارة، الإنسان قد ربما يبتلى يكون عاف كيعفو كيصفح قلبو حنين. شوف سبحانك يا جليل، دابا باش سمح لي قطعت باش نفعتني هاد المرضى هذه المسامحه، سامحت كل شيء. جيد، انا نقول لك حاجه، الانسان قد ربما سبحان الله العظيم يكون طيب وكيتاذى، ومع انك يؤذي الناس الله كيعطيه، ربما كيعطي شي حوايج شافها وشي حاجه ما شافهاش، حيت كاين شي حوايج نحسو بها نعمه وشي حوايج هي نعمه ما كنحسوش بها، شي غير محبه الناس راها اعظم نعمه، التوفيق للخير راه اعظم نعمه، راه كاين الناس اللي محرومين من هذا الشيء، ولكن ديما حنا كنشوفوا النعمه هي الزوج الولد البيت المال، هذاك الشيء اللي باين، كاين شي امور اللي ما بيناش هي اعظم نعمه، ولكن نقول لك كاين الانسان اللي كيبقى يصبر 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 ويكون طيب عارف راسو طيب مع الناس كاملين، ملي كتوقف فيه لحد كيزيد عاجبني، كيزيد باش كيوقع عاجبني كيزيد باش كيوقع، أنا نقول لك الحقيقة يستجاب، لأن الله تعالى كيسمع دائما كيشوف الخير وكيعرف هذا الإنسان ماهيش مكيهش يدي كيدعي مع اللي آذوه، فمن اللي كيدعي على واحد يعلم أن الأمر عظيم يستجاب على الفور إرضاء لذاك الإنسان طيب من الله باش قلبه يطيب، الله يقر العين ديالو، والله العظيم أقسم بالله يرى في من أساءه ومن حوله أذي، وخلي من حوله ما دار والو، ولكن قد تكون حكم من الله باش يفقدك الإنسان من الغفلة، ولكن في الغالب يؤذى في نفسه، راه يقدر يأذيك ويتسجن وهو لا يدري أنه يعذب بسببك لأنك أذاك، وقد يعذب في زوجه يصبح عليه شقية عاصية وهو لا يظن أن بسببك لأنك دعيتي، قد يبتلى بأبنائه في العقوق بمحق المال، يبتلى فقط انه يبقى ضيع مع عشرة شي طريق وحده، نوع الابتلاءات ونوع ديال الاذيه من الله هي كبير، وما يعلم جنون ربك الا هو، علاش؟ لانك انت دعيتي، وربما تخصص الدعوه بشيء تقول كما دعا سعد
ملي دعا اللهم اعمي بصره اطل عمره وعرضه للفتن، دعا على ذاك الرجل اللي كذب عليه الله استجب ليه، تولى رجل كبير وغادي كيتبع العيالات ومشى ليه البصر ديالو. يعني دائما المظلوم الانسان اللي كيكون طيب وكيسعى في الخيرات كنوصيه ما يدعيش، انا كنقولها ما يدعيش، خصوصا جرب مره وجوج وعرف الدعوه كتستجب ليه ما يدعيش على واحد، يدعي ليه والله العظيم، ولا ضاقت بي ضاقت بي استغفر الله، لانه يخاف يخرجها وتوقع. راه كاين اللي يدعى بالامراض الخبيثه، وكاين اللي يدعى بالحوادث، وكاين اللي يدعى بالسجن، وكاين اللي يدعى بكذا ويستجاب له. كلام صحيح، نقول لك شيء، كنت نحكي لكم قصة. يعني كنت في عمل خيري جمعوي، ماشي جمعوي ماشي مع شي حزب ولا كذا، لله تعالى. كنت كنمشي لدار المسلمين، كنا نغسلوا الناس ونطيعهم لله تعالى. صادفت رجل هناك، رجل شفته هناك، وليت كنمشي شفت فيه كلام الله عز وجل وكيسمع المشايخ، يعني من دون الناس شاف طريق الله، عجبني. قلت خلاص، كنهزو كنخرجو معايا ندور معاه نوكلو كذا. فإذا بي كنتفاجأ أن الإنسان عنده مشاكل خاصة، يعني جابتو غير ظروف قاهرة لذاك المكان، كأنها ماشي دائما، يعني غير مؤقت. ف أخدعني بذكر الله عز وجل، فأعطيته مبلغ بالملايين، تقريبا 4 ملايين وشي حاجة، هادشي كنعاود لك دابا أنا، أكثر من 10 سنوات. وسبحان الله ذكرتني بالسجن بالمكان وكذا، فكل قصة كتفكرك في قصة. فأنا ما عطيته المال، وفي الأخر تفاجأت أنه حيد من ذاك المكان، بحال خدو سرقو ومشى مكان، عطى عليا التليفون وكذا وخلاص. فإذا بي كنتفاجأ بعد تقريبا أقل من سنة، سرقني في خيرية، تلاقيت مع لله كندير عمل خيري، وثقت فيه وبغيت نتعاون معاه وعطيته ومشى. فسبحان الله العظيم، بعد سنة والله أقل من سنة، كتجيني أخبار على أنه رجع عند ولادو، ولادو تبروا منه ورموه في دار المسنين. فقلت لهم خلاص، هذيك أعظم عقوبة، هذيك الفلوس مشى وكل شيء مشى، والأبناء ربما اللي استقل عقد لهم الفلوس مرموه في دار العجزة. ودار العجزة هي أسوأ من الخيرية، ذاك المكان كنا كنمشيو ليه على الأقل، وكان راقي ذاك المكان، يعني في مكانة عالية، وكنجيو نتهلاو فيهم ويجيو الناس وكم محسنين، ومشاو تلاح في واحد المكان وفي البادية، يعني لا يراه إلا القليل. شتي الإنسان دائما ما يدعيش على الناس. أنا صراحة ما نقدر، أنا ما نبغيش ندير على شي واحد، إلا دعيت 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 إلا فاض، وكان والله كندم صراحة، أقسم بالله كندم، ما نبغيش ندير على شي واحد، ما نبغيش. سولو ملي شتك فلان مريضة عقليا علينا عام، باش كتكرد على ولدي، ما بقاش فيا نقطة ديال الحليب الجزائري اللي كانوا حامرين عيدة بالحليب، بديك الدعوة اللي شفت طبقت بالسنتيمتر عرفتي تستنقص. راه هناك ملك يا إخوان، راه الله تعالى راه معانا، راه كيعلم حقيقة الظالم والمظلوم. راه تقدر تبقى تدعي عليك يدعي وما يستجبش، لأنك ماشي مظلوم، ولكن ملي كتكون طيب ما كتظلمش وظلمتي، راه الأمر عند الله، راه الأمر ماشي يقع، الأمر عظيم في السماء، حنا ما كنعرفوش. والملائكة تصعد بالدعاء، والدعاء يصعد بنفسه، وأشياء كتوقع في الملكوت الأعلى عند الله عز وجل يختصموا فيها، أنت حنا ما كنعرفوهاش. لهذا الإنسان ما يكونش ظالم، كون مظلوم ويعفو، كون مظلوم علاش لك يقول لك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. شي مين كتسمح وكان الله كيعليك كيرفع قدرك، كتسمح ولا كيرفع قدرك، ولكن واحد النهار كتقد صبر تصبر تصبر كتدعي واحد الدعوه، راه كون اكيد ان هذاك مشى فيها، راه صافي هذاك راه يوم اسود عنده، غادي يجي غايجي. الله كيقول غير على دعوه المظلوم، وعزتي وجل لا انصرنك ولو بعد حين.
هذا المن هذا المظلوم اي مظلوم ولو وان كان كافرا. فما ظنك انسان مظلوم ديما كيصبر وكيسمح وكيعفو ولكن واحد النهار صافي ربما يدعو مصيبه قد يدعو عليك الانسان كيخاف الله قد يدعو عليك ومشي دعاء عادي قد يدعو عليك وهو ساجد قد يدعو عليك وعينه دمع ساخن على خده هنا المصيبه الانسان اللي كيعرف هادشي يخاف فهمتيها ولا ما فهمتيهاش قد يدعو عليك وهو متعلق باستار الكعبه قد يدعو عليك وعلى ماء زمزم قد يدعو عليك والعياذ بالله وهو بين الصلاه في اوقات الاستجابه الانسان اللي كيتفكر هاد الامور وكيعرف ان هناك مالك عدل ما يظلمش يسمح في حقه واش فهمتي ولا لا والله العظيم انا كنقول وخصوصا لو دعيتي على شي واحد وانت مظلوم وانت طيب وكدير الخير وكتسمح اقسم بالله وكثرتي عنده والله لن يفلح والله لن يفلح والله لن يفلح علاش ديما الانسان ديال اهل الله يبعد عليهم الناس انا نقولها الانسان اللي فيهم الخير يبعد عليهم ما ياذيهمش الانسان يكون قريب من الخير ومن الصدقه والخير والبر وكذا 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 وتاذيه وهناك اناس اخرين معهم طاقه نورانيه من الله عز وجل وهذه اشياء يجب ان تعلم مثلا تقول لك انا من صغري كنحس هذا مساله ما نكرهاش شي كاين حقيقه كنعيشو سواء من ملائكه من الله من الجن كاين شوف انا قلت لك من الله معي من الله كنتكلم بالعموم باش ما نكونوش سواء معي من الله سواء كانت من ملائكه المقربين ملائكه سواء كانت من جن نقول لك اللي كاين بعض الناس انسان ما خاصوش ياذيهم ما يمشيش ضدهم ماشي في الحق في الحق لا غبار تكلم في الحق كنتكلم انا او الظلم عموما صعيب خصوصا مع هذه الفئه هذه كيتسمى بحال اولياء الله عز وجل الناس اللي كيخافوا الله سبحانه وتعالى او الناس اللي الله تعالى اعطاهم واحد القدره اعطاهم الله اعطاهم واحد البصمه الله اعطاهم واحد النور كتشوف دائما موفق غير في الخير ماشي معنى انه ملك ما غيعصيش الله عز وجل ولكن موفق في الخير كيساهم في الخير كيقول لك انا ماشي كيقول كيحسوا الناس اللي معاه ان شي حاجه كتحميه كتظلو كاينه معاه كتسدو في الكلام السديد كتعطيه التوفيق الخير راه خصنا نعرفوا اننا عندنا واحد التوفيق من الله عز وجل وعندنا واحد الملائكه اللي كتكون معانا كيف انا معنا جن ومعنا شياطين يشرف مجرى الدم والعقارين وكذا خاصة تعرف هذه الامور هذه لا ينكرها الا الجاهل اما العاقل يفهم هذه الامور فلي عنده هذا الهاله وهذه القوه هذه الانسان يحاول يبعد عليه ماشي كنخوف الناس من فلان وعلان ولا علان فلان وعلان لا لا هذا علم يجب ان يفهم فهمت بان لان قد تكون قوه اما ملك يحفظه يحفظونه بامر الله او هناك جن يمشي معه في طاعه الله عز وجل اقسم بالله او ان هناك جن يمشي معه في طاعه الله سبحانه وتعالى فيجب هذا الانسان على انه يتعامل مع الانسان يتعامل معه العدل المطلوب فيه دائما ولكن يخشى ذلك الانسان يخشاه راه كان من الصحابه من هو معلوم انه مستجاب الدعوه وكاين من الاولياء اللي ما يدعيش عليك لا اذاك الله كيقول عن الولي اللي عاداه فليأذن بحرب من الله ما قالش في الحديث الولايه انه يدعي عليه راه غير مجرد تعاديه تولي حرب ليه فأذن بحرب من الله لان الله يغار عليه الله يحفظه الله يحميه فهمتي ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاش على كاع دوك اللي اذاو، دعا دعوة يسيرة في السنة على فلان وفلان وفلان وكلهم، دعا دعوة يسيرة. معقول أخلال. ولكن الله انتقم من كل ظالم آذى محمد صلى الله عليه وسلم. ماشي في الشرط يدعي لك. لأن الله كيشوف، الله تعالى يرى. فهمت؟ كيشوف وكيعرف. فبمجرد تمشي أنت ضد واحد الإنسان هو في طريق الله، الله ما يخليكش. كون على يقين غادي يقسمك. كون على يقين يوقفك غيعطيك الانذار الاول غادي يبين لك في نفسك كذا ربما تجيك روح او منامات اتق الله فلان هكذا نعم وقد يشوف المنام ان فلان غيوقع عليه كذا وكذا ويقع له هذا الشيء راه ماشي ما كنجيبوش دابا افلام من كوكب اخر ولا كنعطيك خزعبلات ولا ما اقص عليك نعيشهم مع شي من المئات والالاف مع ربما مع ملايين الخلق هذا شيء مشاهد مجرد فهمت ولا لا فلا بد الانسان يكون على هذه الطريقه عنده هذه الهاله النورانيه وعنده هذا الخير يحفظ بامر الله عز وجل فلا بد الانسان يسعى في انه
يتعاون معه على الخير على الطاعة. نعم في المعصية قف، النصيحة التي هي أحسن، كان زوج كان ولد كان صديق كان قريب كان، لكن في الأذية لا، وفي الأذية معاه بالضبط عليك أن تحذر. الله يغار عليه، الله يدافع عليه، هناك جند معه، لا بد أن هذا الأمر يعلم. هذا مش نوع من الشعوذة ولا نوع من الضحك على الأخرى، هذه حقيقة. وما جاء له صدها بالأدلة وبالواقع كثير جدا. فهمت يا خويا؟ يلا إن شاء الله نبدأ. جلس حتى الزوجة ديالك، يلا هي جلسي ربما تطيحي.